Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler, schon steht Sie zu unserem Fernsehdeutsch. Herzlich willkommen heißen أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة. أهلا بكم ولقاء متجدد وحلقة من حلقات اللغة الألمانية. Heute bearbeiten wir die folgenden Themen: Texterfassung, Grammatik und heute bearbeiten wir die Regel, die Präpositionen Dativ, Alltagssituationen und schriftlicher Ausdruck. Und heute lernen wir zusammen, wie wir eine E-Mail schreiben können und gleichzeitig, wie wir einen Aufsatz schreiben können. هنبدأ مع بعض حلقتنا زي ما قلنا النهاردة إن شاء الله بجزئيات الحلقة بتاعتنا. يكون عندنا في البداية التكست أفاسونج، وهنتعلم إن شاء الله نوعين من التكست أفاسونج زي ما بيبقى في ورقة الامتحان. هيكون عندنا في تكست أفاسونج أو تكست أفاسونج بي. تكست أفاسونج أو بيكون عندنا في تكست هنقراه وهنشوف الأسئلة اللي عليه. بس في البداية هناخد الفورتشتاتس بتاع ليكسيون 1000، هناخد الكلمات بتاعة الدرس بتاعنا، وبعد كده هنخش في الفيشتيجا فيندونجن، أهم التعبيرات، وإن شاء الله بعد كده هنكمل على الألتاك سيتواسيون والكراماتيك. في حلقة النهاردة هيكون هراجع مع بعض عن الداتيف، وهراجع عن البريبوزيسيون من الداتيف، وبعد كده هنتكلم عن الفيكسل بريبوزيسيون أو حروف الجر اللي هي اللوكال بريبوزيسيون، حروف الجر بتاعة المكان. وإن شاء الله هنختم حلقتنا بشريفتيشا أوسخوك ونتعلم إزاي نكتب إيميل ونكتب أوفساتس. تعالوا نبدأ حلقتنا مع بعض ونشوف أول حاجة، هنشوف الفورتشاتس بتاع الدرس بتاعنا ونشوف أهم الكلمات بتاعتنا. وموضوعنا النهاردة عن إنديا شتات، ونشوف مع بعض الكلمات الجديدة اللي إحنا هنتعرف عليها في حلقتنا. يا ريت نجيب ورقة وقلم ونكتب مع بعض الكلمات دي ونحفظها، ونشوف الفيشتيجا فيندونجن، أهم التعبيرات اللي إحنا ممكن نستخدمها أو نقدر نحفظها. نبدأ حلقتنا مع بعض ونشوف مع بعض الفورتشاتس بتاعنا ونشوف الكلمات التالية. نشوف مع بعض موضوعنا عن ان دي شتات او في المدينة. طيب يا ترى عندنا ايه في المدينة؟ ايه مسميات الاشياء؟ في عندنا داس تياتر، وتياتر يعني المسرح. في عندي دي بيبليوتيك، بيبليوتيك يعني المكتبة. وفي عندي دي بيشاغاي، بيشاغاي مكتبة. وطبعا في عندنا حاجة اسمها بوخاندلونج، دي مكتبة بيع الكتب. عندي داس كينو السينما، دي بيتزاريا اللي هي محل البيتزا، تي باك، وكلمة بارك يعني منتزه، دي بوست. وعندي داس بوست أمت، دي بوست اللي هي البوستة، وداس بونت بوست أمت اللي هو مكتب البوستة أو مكتب البريد. داس غات هاوس مبنى البلدية. عندي دي شبورت بلاتس، وكلمة شبورت بلاتس يعني الملعب، دي شبورت بلاتس. دي كيرشة، كيرشة يعني الكنيسة، دي كيرشة. دي شولة، كلمة شولة يعني المدرسة، دي شولة المدرسة. وعندي دي بوس هالتشتلة، بوس هالتشتلة اللي هي محطة الأتوبيس. وعندي شتراسة الشارع، داس كرانكنهاوس المستشفى، داس موزيوم المتحف. وعندي دير بلاتس، بلاتس يعني ميدان أو مكان. وطبعا بلاتس كلمة بلاتس بقول عليه يعني ميدان، أو للتحرير بلاتس ميدان التحرير، رمسيس بلاتس ميدان رمسيس. وعندي دير بارك بلاتس اللي هو الباركينج، مكان انتظار السيارات، دير بارك بلاتس مكان انتظار السيارات. وعندي داس ريستورون، ريستورون يعني المطعم. وعندي داس شفينباد حمام السباحة. و دي بانهوف محطة القطار. ونشوف مع بعض الكلمات عندي اللي الارتيكل بتاعها داس. ولما اجي اسال وهن جيت تيمو، طب انا هنا عايز اعمل تدريب صغير على البريبوزيشن تو. طبعا احنا عارفين ان اتكلمنا في الحلقه الماضيه وقلنا ان في بعض البريبوزيشن ميت داتيف او حروف الجر كان بيجي بعديها الداتيف، وكلمنا عن ميت وقلنا البريبوزيشن ميت كان بيجي بعديه داتيف. وفي حالة الداتيف الكلمة الماسكولين والكلمة نوت خال دير، وداس بتحول في حالة الداتيف إلى ديم. أما الفيمينين الكلمة الأرتيكل بتاعها دي تحول أو يحول إلى دير، والجمع يحول إلى ديم بلوس إن. طبعا لو فيها إن أو فيها اسم ما كنتش بحط حاجة. طيب إحنا اتكلمنا عن بريبوزيسيون ميت في الحلقة الماضية، وقلنا إن ميت بيجي بعديها داتيف، أقول إيش فار مت ديم أوتو. وقلنا لو بعديها شيء بيكون ميت هنا معناها بواسطة، ولو جه بعديها بيرسون بيكون معناها مع. أول شيء شبريخه ميت ديم ليغا، كلمة ليغا الأرتيكل بتاع حدير اتحولت في حالة الداتيف بقت ديم ديم ليغا مع المدرس.
بدي اللغة غن مع المدرسة، يبقى الكلمة الأتيكيف بتاعها دير وتصحى تحول بقى ديم، أما لو الأتيكيف بتاعها دي تحول في حالة الدات تبقى دير. طب النهاردة عايزين نتكلم عن البريبوزيتيون تو، وتو بيجي بعديها داتيف، ولما أجي أقول فوهين جيستو إلى أين تذهب، تو معناها إلى، إلا مع كلمة هاوس يبقى إيش بن تو هاوس، يبقى أنا في البيت، تو معناها إلى وبيجي بعديها داتيف. وكلمة عندنا كلمة zum Beispiel كلمة راتهاوس، راتهاوس يعني مبنى البلدية، الأرتيكل بتاعها داس اتحولت في حالة الداتيف بقت ديم، داس راتهاوس، بدل ما أقول تسو ديم راتهاوس ممكن تختصر إلى تسوم زي ما احنا شايفين في الجملة عندنا، فوهين جيت تيمو تسوم راتهاوس. طيب فوهين جيت تيمو، وعندي هنا يا ترى انتوا شايفين الصورة دي، صورة عندي كرانكن هاوس، احنا خدنا كلمات في بداية الحلقة، كلمة كرانكن هاوس الأرتيكل بتاعها داس، بدل ما أقول تسو ديم تبقى تسوم كرانكن هاوس، إلى المستشفى. عندي هنا ده شتاديون، وشتاديون يعني استاد، والأرتيكل بتاعها داس، فوين جي تيمو عايز أقول هو ذاهب إلى الاستاد، يبقى تسو بعديها داتيف تبقى تسوم شتاديون. فوين جي تيمو، وعندي هنا ده هوتيل، يبقى تسو بعديها داتيف يبقى تسوم هوتيل. طيب فوين جيت تيمو، وعندي يا ترى الصوره دي ايه، سنتروم، والسنتروم الارتيكل بتاعها داس تحول في حاله الدات الى ديم، بدل ما اقول سو ديم تبقى تسوم سنتروم. فوهين جيت تيمو، وعندي هنا موزيوم، وعندنا صوره للايجيبتيش موزيوم، يبقى تسوم موزيوم، تسوم موزيوم الى المتحف. طيب عندي الصوره دي صوره كينو، داس كينو يعني سينما، فوهين جيت تيمو عايز اقول هو ذاهب الى السينما، يبقى زي ما اتفقنا ان سو بيجي بعديها داتيف، وكلمه كينو الارتيكل بتاعها داس تحول في حاله الداتيف الى ديم تبقى تسوم كينو، يبقى تيمو جيت سوم كينو. فوهن جيت تيمو، وهنا عندي شفين بات حمام السباحه، الارتيكل بتاعها داس تحول في حاله الداتيف الى ديم يبقى تسوم شفين بات. فوهن جيت تيمو، وعندي كلمة ريستورون مطعم، الأرتيكل بتاعها داس يبقى تسم ريستورون، تسم ريستورون إلى المطعم. فوهين جيت تيمو، وعندي صورة تياتر، تياتر يعني مسرح، والأرتيكل بتاعها داس يبقى ريختيش زي ما قلنا بالظبط تسم تياتر. فوهين جيت تيمو، وعندي ده كاوف هاوس، أو إذا كان جيشيف ده محل كاوف هاوس، الأرتيكل بتاعها داس يبقى سم كاوف هاوس. طيب زي ما احنا شفنا كل الكلمات اللي فاتت كان الارتيكل بتاعها داس، فاتحولت في حاله الداتيف بقت ديم، فبدل ما اقول سو ديم كرانكن هاوس، سو ديم هوتيل، سو ديم كينو، بتختصر سو بلس ديم تبقى تسوم كينو، تسوم هوتيل، تسوم هات هاوس، وهكذا. طيب يبقى تسو معناها الى، وزي ما قلت بيجي بعديها داتيف، وبغير الارتيكل بتاعها لو كانت دير او داس تحول الى ديم، لو كانت الارتيكل بتاعها دي تحول الى دير، ولو كانت دي في حالة الجامعة تحول إلى ديم بلوس إن. نكمل مع بعض ونشوف فوهن فليكت تيمو. طبعا هو مسافر فين؟ أخد بالي إن هنا لو كان عندي بلد زي أسترايخ، طبعا مع البلاد، البلاد إحنا عندنا في بلاد أونا أتيكل وفي بلاد ليها أتيكل. في بلاد اون ارتيكل زي دويتشلاند، زي ايجيبتن، زي اوسترايش، في بلاد كتير من غير ارتيكل، في الحاله دي بستخدم مع البريبوزيسيون ناخ، وكلمه ناخ معناها الى. اقول ايش فليجن ناخ دويتشلاند، ايش فليجن ناخ اوروبا، ايش فليجن ناخ برلين، واخد بالي ان البريبوزيسيون ناخ بيستخدم مع القارات، اقول ايش فليجن ناخ افريكا، ايش فليجن ناخ اوروبا، وهكذا، يستخدم مع البلاد اون ارتيكل، البلاد اللي هي بدون اداه. اقول ich fliege nach Deutschland، ich fliege nach Italien، nach Frankreich، البلاد ohne Artikel، ومع المدن ich fliege nach Berlin، nach Rom، nach München، اي مدينه من المدن بحط معها nach، وكذلك مع المدن اقول ich fahre nach Alex، nach Luxor، او الاماكن ich fahre nach Habesia، nach Ramses، nach التحرير، كل ده بحط معها nach، وكذلك مع كلمة هاوس أقول إيش فارن هاوس، أو شي نخ هاوس، أنا ذاهب إلى المنزل، ومع الاتجاهات أقول نخ لينكس، نخ ريختس، نخ أوبن، نخ أونتن، وهكذا. طيب اتفقنا إن النخ بتستخدم مع البلاد هنا أرتيكل، طب لو البلاد ليها أداة، في الحالة دي بحط البريبوزيسيون إن بلوس أكوزاتيف. يعني إزاي؟ إيه البلاد اللي هي ميت أرتيكل؟ على سبيل المثال بي إر دي، بي إر دي جمهورية ألمانيا الاتحادية، أقول إيش فليجا إن دي بي إر دي، وبحط حرف الجر بريبوزيسيون ان بلس اكوزاتيف.
Ich fliege in die Schweiz. Schweiz يعني سويسرا. عايز أقول أنا مسافر لأي بلد ليها أرتيكل بقول إن، والأداة في حالة الأكوزاتيف. أقول ich fliege in die Schweiz, ich fliege in die Türkei, in die USA, ich fliege in die BRD وهكذا. طب لو البلد ohne أرتيكل بحط معاها nach واذكر اسم البلد. نشوف مع بعض التدريب بتاعنا أو نشوف مع بعض الجملة بتاعتنا. Wohin fliegt Timo nach Österreich؟ أسترايش يعني النمسا. Wohin geht Timo؟ nach Hause. وقلت ان البريبوزيسيون nach مع كلمة هاوس استخدمها nach Hause الى المنزل، لكن لما اجي اقول ارست هو في البيت يبقى ارست زو هاوس هو في المنزل. Wohin geht Timo؟ عندي nach Deutschland. nach Deutschland لو قلت wohin fliegt Timo هو مسافر فين، يبقى Timo fliegt nach Deutschland. Timo fliegt nach Deutschland. قلت مع البلاد انا اعتقد بحط nach، لو البلاد ليها ده بحط in plus accusative. اخد بالي الاختصارات so plus den تبقى zum، و zu plus der بتبقى zur. طبعا in plus das بتبقى ins. اقول ich gehe ins Kino oder ich gehe zum Kino. طيب خلونا ننتقل لمجموعة كلمات تاني ونشوف لو كلمة الأرتيكل بتاعها دير. فوين جيت تيمو؟ تيمو رايح فين؟ هو رايح للبارك بلاتس، وبارك بلاتس مكان انتظار السيارات. بارك بلاتس الأرتيكل بتاعها دير تحول في حالة الداتيف إلى ديم، بدل ما أقول تسو ديم تختصر إلى تسوم. يبقى تيمو جيت تسوم بارك بلاتس. خلينا نشوف مع بعض الجملة التالية. فوين جيت تيمو؟ وعندي شبورت بلاتس. شبورت بلاتس ملعب رياضي، يبقى تسو بلس تيم تبقى تسوم شبورت بلاتس. فوين جيت تيمو؟ تسوم شبورت بلاتس. فوين جيت تيمو؟ وعندي هنا شبيل بلاتس، وكلمة شبيل بلاتس يعني الملعب. الأرتيكل بتاعها دير تحول في حالة الداتيف إلى ديم، يبقى تسوم شبيل بلاتس هو الملعب. طيب أنا عندي هنا دي يا ترى الصورة دي صورة إيه فاكرين؟ إحنا ذكرنا كل الكلمات في بداية الحلقة. كلمة بان هوف، وكلمة بان هوف الأرتيكل بتاعها دير، يبقى تسوم بان هوف، وكلمة بان هوف يعني محطة القطار. فوهين جيت تيمو؟ وعندي بارك، دي صورة بارك منتزه، يبقى تسوم بارك، يبقى تيمو جيت تسوم بارك. فوهين جيت تيمو؟ يا ترى انتوا شايفين الصورة دي صورة ايه؟ دي صورة تسو حديقة الحيوان والأرتيكل بتاع حدير، يبقى تسوم تسو. خلونا ننتقل للكلمات الفيمينين، الكلمات المؤنثة، ونشوف يا ترى احنا اتفقنا لما اجي بستخدم البريبوزيشن تسو مع كلمة الأرتيكل بتاع حدي كلمة فيمينين يبقى تسو تحول دي إلى دير. عندي zum Beispiel كلمة شولة، شولة الأرتيكل بتاعها دي، يبقى أقول تسو ودي تحول في حالة الداتيف إلى دير، بدل ما أقول تسو دير تبقى تسور شولة. عندي كلمة أبوتيك صيدلية، أجيت سور أبوتيك، أجيت سور مس المعرض، أجيت سو كلاس، كلمة كلاس الأرتيكل بتاعها دي تحول في حالة الداتيف إلى دير. هنشوف مع بعض مجموعة الكلمات التالية هيكون الأرتيكل بتاعها دي، وبرضه الكلمات دي كلها in der Stadt في المدينة اللي هو عنوان حلقتنا النهاردة. نشوف مع بعض الكلمات ونشوف استخدام البريبوزيشن تسو وبيجي بعديها داتيف. فوهين جيت كورينا؟ كورينا راح فين؟ طيب هي دي صورة صيدلية، فاكرين كلمة صيدلية يعني أبوتيك، يبقى تسو بلس أبوتيك الأرتيكل بتاع حديد وحال في حالة الداتيف إلى دير، يبقى تسور أبوتيك. فوهين جيت كورينا؟ وعندي هنا يا ترى دي صورة ايه فاكرين الكلمة؟ عايزين نذكر بعض بالكلمات الفورتشاتس اللي عندنا. كلمة هالتشتلا، وكلمة هالتشتلا يعني محطة الأتوبيس، الكلمة الأرتيكل بتاع حديد وحاول في حالة الداتيف إلى دير، يبقى بوس هالتشتلا، يبقى بدل ما أقول تسو دير تبقى تسور بوس هالتشتلا. فوين جيت كورينا؟ وعندي هنا ده بيكاراي، بيكاراي الأرتيكل بتاع حديد، يبقى تسور بيكاراي هي راحت لمحل المخبوزات أو المخبز. فوين جيت كورينا؟ وعارفين الصورة دي صورة يا جناو صورة شولة، يبقى زي جيتها ريحتيش صور شولة، زي جيت صور شولة. طيب أنا عندي دي صورة إيه؟ يا ترى فاكرين الكلمة دي؟ كلمة تانك شتلة، زي بوس هالت شتلة هنا دي تانك شتلة، وأتكل بتاعها دي تحول في حالة العطف إلى دير، يبقى تسوى تانك شتلة. طيب الصورة دي يا ترى صورة ايه؟ بوست، يبقى بدل ما اقول تسو دير بوست يبقى تسور بوست. فوين جيت كورينا؟ تسور بوست. طيب انا عندي صورة هنا، يا ترى الصورة دي ايه؟ صورة بنك، ها يبقى تسور بنك، يبقى كورينا جيت تسور بنك. طيب فوين فليكت كورينا؟
هنا عندي فعل فليجن وهقول بلد ليها الارتيكل بتاعها دي، فقلنا البلاد اللي اداتها دي بقول انتي شفايتس، انتي شفايتس او ده انتي توركاي او ده انتي بي ار دي، يبقى لو كلمه الارتيكل بتاعها دي يبقى بحط سي فليكت انتي شفايتس او انتي توركاي او انتي بي ار دي وهكذا. طبعا الاداه توضع في حاله الاكوزيتيف، لو كانت الكلمه الارتيكل بتاعها دي زي سودان زوم بايشبيل يبقى انتين سودان. فين فليكت كورينا دي تركاي، هي مسافرة إلى تركيا، مسافرة إلى أو إس آر الولايات المتحدة الأمريكية، إلى بي إر دي جمهورية ألمانيا الاتحادية، تو أقول إنتي نيدرلاند إلى هولندا، يبقى البلاد الأرتيكل بتاعها دي بحط إن بلوس الأداة في حالة الأكوزاتيف. ننتقل بعد ما قلنا الفورتشاتس، تعالوا نشوف الفيشتيجا فيندوجن أهم التعبيرات عندنا في درسنا النهاردة هتكون إيه. شوفوا بعض التعبيرات التالية، ويا ريت نكتب مع بعض التعبيرات الجديدة دي ونحفظها مع بعض. نشوف مع بعض wichtige Wendungen أو أهم التعبيرات، ونشوف عندنا هنا السؤال الأولاني. هنا بيقول Entschuldigung ich suche den Bahnhof، أنا ببحث عن البانهوف المحطة. رد قال له Tut mir leid ich bin auch fremd hier. خد بالك بقى إن أنا هنا لما أجي بسأل عن مكان بقول ich suche، ich suche أقول zum Beispiel ich suche den Bahnhof، أنا ببحث عن المحطة. ich suche die Schule، أنا ببحث عن المدرسة. ich suche das Theater، ببحث عن المسرح. ich suche das Kino، ببحث عن السينما. طب لو أنا عارف هوصف له الطريق، طب لو مش عارف هقول له tut mir leid ich bin auch fremd hier، أو ich bin fremd، ich bin fremd hier، ich bin fremd here، أنا برضو مش من هنا أنا غريب. فالجملة بتاعتنا قالت توت مي لايت ايش بن اوخ فريند هي، ايش بن اوخ فريند هي، انا كمان مش من هنا. نشوف مع بعض الجملة التالية انشوليغونج ايش سوخ دم بانهوف. رد عليه قال له ايش بن نيشت فون هي، يبقى اقول ايش بن فريند هي، يا اما ايش بن نيشت فون هي، انا مش من هنا. ايش بن نيشت فون هي، انا مش من هنا. طيب خلينا نشوف مع بعض في فايت است اس تسوم التحرير بلاتس، يعني ايه في فايت است اس تسوم التحرير بلاتس؟ كم تبعد المسافه من هنا لميدان التحرير؟ في فايت دي اداه استفهام نحفظها جديد، كم تبعد المسافه عن؟ في فايت است اس تسوم التحرير بلاتس، رد قال له اس است هي ام دي اك، اس است هي ام دي اك، هنا على الناصيه، هنا مش بعيد، ام دي اك يعني على الناصيه. واخد بالي مع كلمه اك، اك الارتيكل بتاعها دي، وكلمة إك معناها ناصية أو معناها كورنر، ولما أجي أقول بستخدم معاها البريبوزيسيون أم، أم دي إك على الناصية، أم دي إك على الناصية. يبقى لما أجي أسأل في فايتست إس، في فايت كم تبعد عن؟ في فايتست إس تسوم التحرير بلاتس، في فايتست إس تسوم رمسيس بلاتس، كم تبعد المسافة عن ميدان رمسيس أو ميدان التحرير؟ شوف مع بعض الجملة التالية أو التعبير التالي. wo ist der Kiosk؟ wo ist der Kiosk؟ فين الكيوسك يعني الكشك؟ فقال لي طب انا لو عارف بقى هبتدي اوصف له زي ما ده بيوصف. قال له gehen Sie geradeaus، امشي على طول، dann links und dann rechts. gehen Sie geradeaus، امشي على طول، dann links und dann rechts. wo gibt es hier Brot؟ wo gibt es hier Brot؟ الاقي فين خبز هنا؟ قالت له in der Bäckerei Schmidt، in der Bäckerei Schmidt. wo gibt es hier Brot؟ wo gibt es hier Käse؟ wo gibt es hier Brötchen؟ لما اجي اسال عن حاجه الاقي عيش هنا فين؟ الاقي هنا فين خضار؟ الاقي هنا فين فاكهه؟ هي تقول لي في المكان الفلاني، يبقى in der Bäckerei Schmidt، زي في مخبز Schmidt. wo kann ich eine Fahrkarte kaufen؟ اقدر اشتري تذكره منين؟ wo kann ich eine Fahrkarte kaufen؟ قالوا da hinten am Fahrkartenautomat oder am Kiosk. da hinten يعني da hinten في الخلف، طبعا احنا خدناها في الحلقة الماضية، da hinten في الخلف، da vorne في الأمام، da oben فوق وده unten تحت، قلنا على الاتجاهات ديت أو الأدفيربين ديت، وقلنا da hinten في الخلف am Fahrkartenautomat، على ماكينة التذاكر، oder am Kiosk على الكشك أو في الكشك. kann ich dahin zu Fuß gehen؟ واخد بالي ان في تركيبه سوفوس سيرا على الاقدام، كان ايش دهن سوفوس جين، اقدر اروح هناك مشيا او سيرا على الاقدام. واخد بالي ان سوفوس تركيبه محفظه ما فيش بعديها داتيف، بتبقى هي سوفوس ما بحاولش اي اداه. قال لي ناين
Das ist so weit, da bin ich dann hin. Fahren Sie mit dem Taxi oder mit einem Taxi? Das ist so weit. واخد بالي ان البريبوزيشن سو معنى تاني ليه سو لو دخل على اي صفه يديني المغالاه في الصفه. يعني ايه لو دخل على اي صفه يديني المغالاه في الصفه؟ يعني لما اجي اقول داس است تاير، داس است سو تاير، يبقى ده غالي جدا. تاير يعني غالي، سو تاير غالي جدا. داس است بيليغ، aber das ist zu billig، ده رخيص. داس است سو بيليغ، رخيص جدا. يبقى سو لو دخلت على اي صفه تديني المغالاه في الصفه. داس است سو فايت، ده بعيد جدا. نيمن سي اين تاكسي oder fahren Sie mit einem Taxi. Schauen wir mal die Gummel -Tälle. Auf welchem Gleis fährt der nächste Zug nach Alex? Auf welchem Gleis على أي رصيف fährt der nächste Zug nach Alex? على أي رصيف رايح القطار؟ قال لي auf Gleis 8، على رصيف 8. Auf welchem Gleis على أي رصيف fährt der nächste Zug nach Alex؟ قال لي auf Gleis 8. أخد بالي auf Gleis 8 على رصيف كذا. Wo muss ich aussteigen? Aussteigen يعني ينزل من وسيلة مواصلات. Wo muss ich aussteigen? أنزل فين؟ قال لي Sie müssen hier aussteigen. Sie müssen hier aussteigen. واخد بالي أن aussteigen ينزل من وسيلة مواصلات، وعكسها einsteigen يركب وسيلة مواصلات، وعندي umsteigen يبدل وسيلة مواصلات. Wo muss ich umsteigen؟ أبدل فين؟ يقول لي بدل في ميدان التحرير، انزل وغير اركب وسيلة تانية. يبقى أنا عندي أينشتايجن يركب وسيلة مواصلات، أوستشتايجن ينزل وسيلة مواصلات، أومشتايجن يبدل وسيلة مواصلات. نكمل مع بعض. Hat der Zug Verspätung؟ وكلمة Verspätung يعني تأخير، القطر تأخر. فقال يا 5 Minuten. Hat der Zug Verspätung؟ هل القطر هيتأخر؟ Ja, 5 Minuten. Wann geht der nächste Zug nach Dresden؟ Wann geht der nächste Zug nach Dresden؟ إمتى القطار التالي اللي رايح لي دريسدن؟ إلى مدينة دريسدن؟ قال لي 14 Uhr. Wann geht der nächste Zug nach Dresden 14 Uhr؟ Wo ist der Fahrkartenautomat؟ Wo ist der Fahrkartenautomat؟ Das ماكينة التذاكر. قال لي er ist direkt am Bahnsteig، على Bahnsteig، على رصيف المحطة. Er ist direkt am Bahnsteig. Wo ist das Kino für den Cinema؟ Es ist ganz in der Nähe. وعندي تركيبة in der Nähe على مقربة. Wo ist das Kino؟ شلت das Kino، حطيت مكانها S. Es ist ganz in der Nähe، قريبة جدا. Es ist ganz in der Nähe، وطبعا in der Nähe عكسها weit. Wo ist das Kino؟ Es ist nicht weit von hier. يقول ganz in der Nähe، قريبة جدا من هنا، يا إما nicht weit von hier. Nicht weit von hier، مش بعيدة عن هنا. Entschuldigung، ich suche، أنا ببحث عن. فقال له gehen Sie geradeaus. Ich suche das Kino، أو suche den Club، أنا ببحث عن النادي، عن السينما. فقال له gehen Sie geradeaus، امشي على طول. واخد بالي من التركيبات عندنا gehen Sie geradeaus، عندي nach rechts إلى اليمين، nach links إلى اليسار، وعندي zurück يعني للخلف. الاتجاهات عندنا تاني geradeaus على طول، rechts يمين، links يسار، zurück للخلف. أقول gehen Sie nach rechts oder gehen Sie nach links وهكذا. شوفوا مع بعض الجملة التالية. Entschuldigung، ich suche أي مكان. فقال gehen Sie nach links، اتجه إلى اليسار، oder gehen Sie nach rechts oder gehen Sie geradeaus. قال gehen Sie nach rechts، امشي إلى اليمين. gehen Sie geradeaus، يا ريت نحفظ بالنسبة للتركيبات التالية. Entschuldigung، ich suche، وأقول nehmen Sie den Bus Linie 8، خد الباص Linie 8 اللي هو رقم 8 مثلا، على سبيل المثال. Entschuldigung، ich suche أي حاجة. فقال لي nehmen Sie den Bus Linie 8، خد الباص رقم 8. طيب خلاص، بعد ما عرفت طبعا أنا بشكره أكيد vielen Dank، فرد قال لي bitte oder Dankeschön، فقال لي bitte schön. Oder danke für Ihre Auskunft. Danke für Ihre Auskunft. شكرا للمعلومة بتاعتك. فقال له بيتزا. تعالوا ننتقل للجزئية الثانية في حلقة النهاردة، وهي جزئية الألتاك سيتواسيونن. بعد ما اتكلمنا عن الفورتشاتس، عن الكلمات بتاعتنا، وكلمنا عن البريبوزيسيون تو بيجي بعديه داتيف ازاي، وبحول الأداة ازاي،
وخدنا الفيشتيجا فيندونجن اهم التركيبات بتاعت الدرس بتاعنا. تعالوا نشوف مع بعض الالتاك سيتواتسيون او المواقف، ونشوف اهم المواقف اللي احنا حضرناها ليكم، نشوفها مع بعض ونحاول نجاوبها مع بعض. طبعا ادي هنشوف سؤال الالتاك سيتواتسيون، وعندنا اول سؤال دو فراغ ساين فريند ناخ ساين فندن، بتسال واحد عن فندن، وكلمه فندن يعني الحاله، يا ترى اقول فيها ايه؟ في فندستو دي مساج، ولا في جيتس تي، ولا عندنا اخر حاجه نمرة سي عندي فاس مخستو كان. دو فاكس عن الفريند نخ زين بفندن، بتسال واحد عن بفندن عن الحاله، يبقى زي ما قلنا بالظبط في جيتس تير او كيف حالك. Achtung, der Zug nach Berlin hat Verspätung. القطر راح برلين hat Verspätung، عنده تأخير. Du bist im Supermarket، ولا du bist beim Arzt، ولا du bist im Bahnhof. يا ترى عرفنا الإجابة؟ Genau, du bist im Bahnhof. Deine Freundin fragt, wann bist du geboren؟ اتولدت إمتى؟ يا ترى monatlich، am 12. März، ولا آخر حاجة jeden Tag. Wann bist du geboren؟ فاكرين مع الأيام كنا بنحط معاها؟ Genau, am 12. März أو يوم 12 مارس. شوف مع بعض السؤال التالي. Du fragst nach dem Verkehrsmittel، بتسأل عن وسيلة المواصلات. Wo ist die Post؟ فين البوستة؟ ولا wie fahre ich zur Post؟ كيف أذهب إلى البوستة؟ ولا عندنا آخر حاجة في فايت ست سور بوست. يبقى دو فراغ نستخدم فيركيرس متل، أنا بسأل عن وسيلة المواصلات، يبقى ها ريختيش زي ما قلنا بالظبط في فار ايش تسور بوست، أو إزاي أروح البوستة. إزاي أروح البوستة؟ يبقى هو يقول لي أكيد على الفيركيرس متل أو وسيلة المواصلات. دو براوخست أين زيمر فور ديش ألاين، محتاج غرفة ليك لوحدك. دو براوخست أين زيمر فور ديش ألاين، إيش ميشت أين زيل زيمر، وكلمة أنزل زيمر يعني غرفة فردية، ولا الجملة التانية؟ طبعا أنزل زيمر غرفة فردية، ich möchte ein Doppelzimmer، وكلمة Doppelzimmer يعني غرفة مزدوجة، ولا عندنا آخر حاجة ich möchte ein Zimmer für drei Personen. يبقى دوب خاوفس ein Zimmer für dich allein، محتاج غرفة ليك لوحدك، يبقى أكيد إن الغرفة دي ein Zimmer أو غرفة فردية. ein Zimmer عكسها Doppelzimmer. Sie haben etwas nicht verstanden. وطبعا أنت عندك حاجة nicht verstanden، حاجة ما فهمتهاش. Ich verstehe alles، وكلمة alles يعني everything، أنا فاهم كل حاجة. ولا das habe ich gut verstanden، das habe ich gut verstanden. ولا عندنا آخر حاجة können Sie das bitte wiederholen. Sie haben etwas nicht verstanden، في حاجة مش فاهمها، يبقى أكيد können Sie das bitte wiederholen، تقدر تكرر ده مرة كمان. طبعا كلمة wiederholen يعني يعيد أو يكرر. Wie teuer ist die Medizin؟ Du fragst nach dem Grund، وكلمة Grund يعني السبب، der Gesundheit، ولا dem Preis. Richtig، dem Preis، يبقى أنا بسأل عن Preis يعني السعر. Du möchtest einen Termin bei Friseur vereinbaren. وطبعا vereinbaren قلنا يعني حدد ميعاد، beim Friseur عند الكوافير. يا ترى طبعا كلمة تمين يعني ميعاد، بقول ich muss den Termin absagen. ويعني كلمة absagen؟ ها فاكرين؟ ولا ich kann leider nicht kommen، أنا مش قول معناها إلا لما نحاول نجاوب الأول. ولا آخر حاجة ich brauche einen Termin am Donnerstag. السؤال بتاعنا دو möchtest einen Termin beim Friseur vereinbaren، عايز تحدد ميعاد عند الفريزور عند الكوافير. يا ترى ich muss den Termin absagen، و absagen يعني يلغي، ولا ich kann leider nicht kommen، ولا ich brauche einen Termin am Donnerstag. يبقى ich brauche einen Termin am Donnerstag، يبقى انا محتاج ميعاد يوم الخميس. Dein Freund fragt dich nach dem Kino، واحد بيسألني عن السينما. Neben der Schule، ولا nach Hause، oder mit dem Taxi. Dein Freund fragt dich nach dem Kino. ها ترى عرفنا الإجابة. بيسألني عن السينما، مكانها فين؟ يبقى أكيد زي ما قلنا بالظبط neben
دير شوله نبن دير شوله طبعا شوله اعطيك بتحديد حول في الدات في الى دير wann fährt der Zug ab? وأبفارن يعني هيتحرك القطار متى أبفارن يبدأ السفر يبقى دو فراجست nach dem Weg ولا دو فراجست nach der Ankunft oder دو فراجست nach der Abfahrt. Wann fährt der Zug ab? امتى يتحرك القطار يبقى دو فراجست nach ها genau Abfahrt. انت بتسأل عن الأبفارت الرحيل. Bitte machen Sie das Fenster zu. Wozu machen Sie eine Jolok? Du bist im Restaurant, in der Filmatam und es ist heiß, weil es ist kalt oder es ist teuer. Bitte machen Sie das Fenster zu. Zu machen Sie eine Jolok. Du bist im Restaurant und genau, sehen wir eine Besatz. Es ist kalt. الإجابة الثانية مش الأولانية. تو ماخن سي داس فينستر تو اقفل الشباك يبقى اقفل الشباك يبقى اسست كالت يبقى الجو برد اقفل الشباك يبقى نختار اسست كالت الإجابة الثانية. طبعا لو كان الآن ماخن سي داس فينستر أو افتح الشباك يبقى في الحالة دي أقول اسست هايس الجو حار يبقى أوف ماخن يعني يفتح وتسو ماخن عكسها يعني يغلق. لما اجي اقول ماخن سي بيت داس فينستر او افتح الشباك يبقى اس است هايس الجو حر هنا افتح الشباك. ماخن سي بيت داس فينستر تو اقفل الشباك يبقى معنى كده اس است كالت اس است كالت بيت ماخن سي داس فينستر تو تو ماخن يعني يغلق اوف ماخن يعني يفتح ودي اشياء افتح باب افتح كتاب افتح شباك الحاجات دي كلها بقول اوف ماخن وعكسها تو ماخن. نشوف مع بعض الجمله التاليه. Ich muss bis 5 Uhr arbeiten. Lass mich starten, hat es 5 selber dein Freund fragt. Wo bist du jetzt? Weil, was liest du gern? Weil, wie lange arbeitest du? Ich muss bis 5 Uhr arbeiten. Lass mich starten, hat es 5 selber dein Freund fragt. Genau, wie lange arbeitest du? Die Starrel.de. Dann tochen wir mal die Elgose. تالية في حلقة النهاردة وهي جزئية الكراماتيك. وزي ما قلنا النهاردة هنتكلم عن الفيكسل بريبوزيسيون أو حروف الجر أو اللوكال بريبوزيسيون حروف الجر المكانية اللي أنا بسأل عنها بفو وبيجي بعديها داتيف. بس قبل ما نتكلم عن ده تعالوا نذكر بعض بالداتيف وتحولات الداتيف وبعد كده نخش في حروف الجر المكانية اللي بسأل عنها بفو بيجي بعديها داتيف. نشوف مع بعض الكراماتيك بتاعنا ونشوف نذكركم في البداية بالداتيف وتحويلات الأداة في حالة الداتيف. نشوف مع بعض زي ما احنا شايفين مع بعض. هنبدأ ب der داتيف وفاكرين الأداة كانت بتتحول دير تحول إلى ديم. ده دي بيشتمت أرتيكل الأم بيشتمت أرتيكل أداة النكرة عندي أين تحول إلى أينن أين في المذكر المسكولين والنوع تخيل تحول إلى أينم. أما البوسيتيف برونوم ضمائر الملكية ماين تحول إلى ماينم وفي حالة النيجاتسيون أو حالة النافية كاين تحول إلى كاينم زي ما احنا شايفين في الصورة عندنا. وملخص الارتيكل عندي دير الماسكولين تحول الى ديم داس تحول الى ديم دي تحول الى دير ودي البلورال تحول الى ديم بلس ان. واتكلمنا عن البريبوزيسيون داتيف اتكلمنا عن ناخ وعن باي وعن ميت وعن تسو في حلقتنا النهارده اتكلمنا عن تسو. ازو تسون باي شبيل لما اجي اقول شكيت تسون كينو انا رايح السينما كينو ارتيكل بتاع حدث تحول الى ديم تسون. اودر فيا فاغن ميت ديم اوتو احنا مسافرين بالسياره. وسؤال كان عندنا مشهور عارفينه احنا في كومستو تسو شول ازاي بتروح المدرسه؟ طبعا دي تركيبه تسو فوس ايش كي تسو فوس. وفي كومستو تسو شول بتروح المدرسه ازاي ميت؟ وعندنا طبعا لو كلمه التركيب بتاعها داس تبقى مدم اوتو. لو كلمه زي تاكسي داس تاكسي مدم تاكسي. لو بوس مدم فوس. لو شيف مدم شيف يبقى الكلمه ارتيكل ديرو داس تتحول الى ديم مدم شول بوس بباص المدرسه مدم موتو غات. واحنا الكلام ده اتكلمنا عنه بالتفصيل في الحلقه الماضيه. مدم فغات بالدراجه. وعندي لو بفاد الارتيكل بتاعها داس بفاد حصان يبقى مدم بفاد. واخر حاجه تسوق عندنا قطر اداه تدير تحول الى مدم تسوق. اما اوبان الارتيكل بتاعها دي تحول في حاله الداتيف الى مت دي اوبان مترو الانفاق. طب لو كان عندنا فيلم كلمه فلوج تسايج الطائره اداه داس يبقى مدم فلوج تسايج. طيب نتكلم احنا ذكرناكم بالبريبوزيسيون الداتيف والاداه تتحول ازاي وكلمنا عن ميت وذكرناكم بيها. لو
جه بعدها في كاس ميتال عندي طبعا في حاجه بنحفظها اللي هي تو فورس، لكن لو في كلمه عندي زي كلمه اوتو بقول ميدم اوتو، ميدم بوس، ميدم فلوب تايك، ميدم شيف، وهكذا الكلمه تحول الى حاله الداتيف. ننتقل للجزئيه الثانيه في حلقه النهارده، وهي جزئيه اللوكال بريبوزيسيون، حروف الجر المكانيه اللي انا بسال عنها فو. بعد حروف الجر دي بيجي بعديها بوزيسيون سكون، وبسال عنها فو بيجي بعديها داتيف. كم حرف جر عندنا؟ 9 حروف جر. نشوفهم مع بعض ونعرف معنيهم ايه. لوكال بريبوزيسيون اوف دي فراغه فو، حروف الجر المكانيه اللي بيسال عنها فو، اللي هي الفيكسل بريبوزيسيون هي ان، ودي معناها الى او في، ان معناها الى او على، عندي اوف معناها الى او على، über معناها فوق، وغير ملامس، فور يعني امام، هنتر يعني خلف، نيبن يعني بالجانب، اونتر يعني تحت، واخر حاجه عندي تساخن يعني بعينها. طبعا هنتكلم عنهم بالتفصيل، ودول بيجي بعديهم داتيف، ويجي بعديهم او بسال عنهم بفو، بيكون معاهم الفعل بيكون بيعبر عن البوزيسيون او السكون. نشوف مع بعض زي ما بقول اللوكال بريبوزيسيون اوف دي فراغ فو. اول حرف جر عندنا في عندي ان وان، وقلنا ان معناها الى او في، ان معناها الى او على، بونتا معناها تحت، ها تسويشن يعني ايه بينا، ها فور امام، يلا صعدوني كده نشوف. فاكرين اوف؟ اوف معناها فوق على وملامس من اعلى، يبر فوق وغير ملامس، هنتر خلف، نيبن يعني بجانب. طيب وزي ما قلنا فو بسأل عنها فو بيجي بعديها داتيف. طيب خلينا نشوف فيديو صغير كده على البريبوزيسيون او حروف الجر، ان حروف الجر دي زي ما قلنا بيجي بعديها بوزيسيون وبيجي بعديها داتيف. نشوف مع بعض الفيديو التالي. Auf dem Schrank. Auf dem Schrank. Das Flugzeug ist nicht auf dem Schrank, Amelie. Es war auf dem Schrank. Auf dem Schrank, Carla Duleb. Neben dem Schrank. Neben dem Schrank. Schrank hat der Tadir, taulet für dat für Ladim. Wo ist das Flugzeug, Amelie? Im Schrank. Im Schrank. Duleb, la tegeb ta Hadir, taulet Ladim, über im. Wo ist das Flugzeug? Wo? Auf dem Karton. Auf dem Karton. Karton an der Tadir, tau für das Flidim. Das Flugzeug ist nicht auf dem Karton. Ist nicht auf dem Karton. Nein, es war auf dem Karton. Auf dem Jetzt Ka ist es neben dem Karton. Neben dem Karton an der Tadir, tau für das Flidim. Das Flugzeug ist nicht neben dem Karton. Nein, es war neben dem Karton. Es war neben dem Karton. Amelie. Wo ist das Flugzeug jetzt? Auf deinem Arm. Auf deinem Arm. Arme der Tadir, Teufel, Dativ, Illa, Dem. زي ما شفنا مع بعض، احنا اتكلمنا زي ما شفنا في الفيديو مع بعض، بعد انا سالت كل او سال كل الاسئله، فو فو از داس فلوت سايك، فين الطائره؟ قالت اوف ديم شخانك، شخانك العدد بتاعتها دير، تحولت في دات بقت ديم. بعد كده قال از فار نيشت او از اس نيشت اوف ديم شخانك، قالت Es ist neben dem Schrank, جنب الدولاب، Schrank an der Tadir تحولت في الداتف لديم. قالت auf dem Karton, Karton تحولت في الداتف بقت ديم. آخر حاجة قالت له auf deinem Arm أو auf dem Arm. Arm الأرتيكل بتاع حضرتك تحولت في الداتف إلى ديم. زي ما شفنا auf على كانت من فوق على ملامس، زي ما قلنا auf dem Schrank فوق الدولاب من فوق، neben بجانب، قالت unter تحت، قالت auf deinem Arm على دراعك من فوق. كل ده حروف الجر اللي احنا بنقول عليها دي بيجي بعديها داتف، وكلها بتعبر عن المكان وبسأل عنها بفوق. نتكلم عنها بالتفصيل. شوف مع بعض اول حرف جر عندنا ان، ان ده معناها في، وبيجي بعدها اكوسيف. لما نيجي نقول ايش فليج ان دي، اقول ايش فليج فوين فليجستو، ايش فليج ان دي شفايتس، انا مسافر الى سويسرا، هنا معناها الى. لو معناها في بيجي بعديها داتف، زي ما اجي اقول ثال زين هنا واسال فو است احمد، احمد است ان دي شوله، يبقى هنا بعبر عن بوزيسيون جي بعديها داتيف، كلمه شوله ده تدي تحولت في الداتيف الى دير. طبعا هنا ان لو معناها الى بيجي بعديها اكوزاتيف، واقول فوهين فليكستو ان دي شفايتس، وده ان سكينو الى السينما بيجي بعديها اكوزاتيف، لان هنا بعبر عن حركه.
Lekin wo arbeitet Ahmed? Ahmed arbeitet in der Schule oder in einer Schule. Auch wo ist Ahmed? Ahmed fin in einer Schule oder in der Schule oder in der Klasse. وهكذا. الكلمة دي كلمة Klasse. Das hat die Tauet für Dativ إلى إلى Dersch. حرف جر تسو. وأنا ده بيجي بعديه داتيف. وأقول إجت سور شولة هو ذهب إلى المدرسة وده تسم بوخلادن بوخلادن أتا دير تحول في داتف إلى ديم وأسأل عنها تسو بيجي بعدي على طول داتف وبسأل عنها فوهن فيرسو إلى أين تذهب سور شولة وده فوين جيستو إلى أين تذهب تسم بوخلادن. حرف جر أوف بالمقارنة مع أن. أوف على حاجة من فوق لكن أن على بس ملامس من الجانب، يبقى أوف حاجة على حاجة من فوق لكن أن ملامس من الجانب. أقول السبورة على الحيطة دي اسمها أن. لما أجي أقول الكتاب على الترابيزة من فوق ده اسمه أوف، لكن أن على ملامس من الجانب، بمعنى أقول دي تافل إست عند فاند، السبورة على الحيطة. داس بيلد إست عند فاند، معلقة على الحيطة على من الجانب، دي اسمها أن. لكن لو خدت حاجة وحطيتها على حاجة من فوق دي اسمها أوف، وطبعا أوبر ده فوق وغير ملامس. طيب نكمل مع بعض. زي عندنا هنا auf der Kiste. auf der Kiste على الصندوق من فوق. auf لكن an der Kiste ملامس للصندوق من الجانب او على الصندوق بس من الجانب. طيب نشوف فعل liegen واقول das Buch liegt auf dem Tisch. الكتاب liegt يقع او محطوط على الترابيزه. فauf جه بعديها داتيف وكلمه تيش اداه تقدير تحول في الداتيف الى ديم. فقال sitzen جالس واقول das Kind sitzt auf dem Stuhl. طبعا auf قاعده على الكرسي من فوق ادي auf، وعندي كلمه Stuhl الاتاكل بتاعها تقدير تحول في الداتيف الى ديم. stehen محطوط واقول او يقف يعني اقول die Vase steht auf dem Tisch. الفازه محطوطه على الترابيزه. auf جه بعديها داتيف هنا محطوطة رأسي جه بعديها داتف. ونشوف مع بعض جملتين. لما أجي أسأل فو على سبيل المثال فو شتيت ده تيش، الترابيزة محطوطة فين؟ فعايز أقول إن الترابيزة شتيت فور دي فاند، قدام الحيطة. فور جه بعديها داتف وكلمة فاند أداة دي تحول في الداتف إلى دير. طيب لو سألت على فو استي فاند، فين الحيطة؟ هتكون خلف الترابيزة. يبقى في الحالة دي بقت هنتا ديم تيش. طبعا كل ده بيجي داتف لأن أنا بسأل عن فو. فو هينج تاس بيلد، شايفين الصورة متعلقة فين؟ عايز أقول الصورة متعلقة على الحيطة، يبقى استخدم تخي بوزيسيون أن وجي بعديها داتف وكلمة فاند أداة دي تحول في الداتف إلى دير. شايفين اللمبة أو الأباجورة موجودة على الترابيزة. فو شتيت دي لمبة، اللمبة محطوطة فين؟ عايز أقول على الترابيزة، يبقى في الحالة دي بستخدم حرف جر. أوف وجي بعديها داتف يبقى أوف ديم تيش. لو شفنا الكرتون ده هنا فين؟ فوش ده كرتون، عايز اقول جنب الترابيزه، يبقى نيبن ديم تيش. كلمه تيش اداه تقدير اتحولت بقت ديم. طب فو از داس كيند، الطفل فين؟ الطفل موجود في قلب الكرتون، يبقى داس كيند ها است ان دير كرتون. است ان دير كرتون وكلمه او ان دير كيست، كاست أداة تديد تحول في الداتف إلى دير، وده إنديم كاتون. إحنا شفنا شكل أو صور كتيرة على حروف الجر، عايز أقول بجانب نيبن، عايز أقول أمام فور، عايز أقول خلف هنتر. سيبونا حروف الجر دي كلها بتعبر عن المكان، بيجي بعديها داتف وبسأل عنها بفو. بكده أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة اللي فيها اتكلمنا مع بعض عن الفورت شاتس، اتكلمنا عن الفيشتيجي فيندونجان، واتكلمنا عن الألتاك سيتواسيون، واتكلمنا عن اللوكالة بريبوزيسيون حروف الجر اللي احنا بنسأل عنها بأداة الاستفهام فو. Also das war's für heute liebe Schülerinnen und Schüler. Also dann auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal und tschüss.